الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب أصدقائي على اليوتيوب، مرحب بكم في قناة أحمد العسل، قناة تلبي كل احتياجات الأسرة، ومع فيديو جديد من فيديوهات سكتش أب. كان في درس أنا نزلته من حوالي شهر اللي هو إزاي تفعل الثيري على السكتش أب 2018، وده الفترة التجريبية لبرنامج الفري اللي هو 3.6، وبعد كده بالفترة التجريبية 30 يوم، وبعد كده يا إما بتشتريه يا إما بقى بتضطر إنك تعمل إيميل من أول وجديد وتشترك بيه تاني، وطبعا ده شغلانة وتعب. طبعا يا أصدقائي أنا بحثت كتير في الإنترنت زي ما كنت شرحت في الفيديو، وبعد ما نزلت برضك الفيديو فضلت أدور. وللأسف يا شباب للأسف يعني أنا لقيت منتديات أجنبية كانت منزلة تفعيل، بتاع الفيرم اللي هو 3.6، ونزلت دخلت ونزلت البرنامج. هو مش كان برنامج، هو بيديك برنامج إنك ينزل لك الفيرم، وكان ما يبقى سطب يقول لك اقفل الانتي فايروس. وللأسف يا شباب أنا فعلا فصلت الانتي فايروس ونزلت البرنامج، طلع البرنامج هاكر وفي فايروس. طبعا لقيته بيسحب حاجات ودخل على حاجات عندي، بس الحمد لله قدرت أصده وقدرت إن أنا أوقف الهاكر دوت وأعمل له حجز، لأنه لقيته دخل على الإيميل الفيسبوك والتويتر، ولقيته جايالي رسائل كتير قد كده بإن بيطلب مني إن أدخل الكود اللي أنا جالي، لأن أنا طبعا حاطط الحاجات دي على عن طريق رقم التليفون الموبايل. فلما لقيت كده عرفت إن البرنامج اللي أنا نزلته ده كان هاكر وكان فيروس زي ما بقول لكم، بس كان هاكر جامد. فالحمد لله يعني قدرت إيه لحقت حاجات وقدرت أعمل لها لي بلوك. بس اللي خسرت شوية حاجات إن أنا نزلت نسخة جديدة ونزلت برامج من أول وجديد خالص وفرمت الهارد. فيا شباب تحذير تحذير يا شباب، أوعى تصدق إن في حد هيقول لك يفعل الفيري 3.6، لأن اللي أنا اكتشفته إن السكتش أب 2018 ما بيشتغلش الفيري عن طريق التنشيط على الإنترنت. اي برنامج هينزل عليه هتلاقي الفوتوشوب هتلاقي السكتش اب بيفصل معاك. خلاص يا شباب اديني انا ايه نبهت اهو، مفيش موقع هيجي هتلاقيه منزل لك الفيري او الترخيص بتاعه دائم او الكراك، ده بيبقى هاكر وفيروس. خلي بالكم هو بيسرق ايميلاتكم، لو انت مش مأمن ايميلاتك يبقى عليه العوض في الحاجه بتاعتك. فدي نصيحة يا شباب، لأن أنا وقعت في المشكلة دي، بس الحمد لله ربنا قدرني وقدرت إيه أطلع من الفيروس ده، لأنه كان انتشر في البارتيشن عندي في الدي وفي السي، إنه خد إيميلات وحاجات، بس أنا لحقته قبل ما ينتشر في بقية البارتيشنات. المهم، طب الحل قدامك دلوقتي يا شباب، قدامك حلين، إنك تنزل الفترة التجريبية اللي هو الفيديو دوت، وتجرب الفترة التجريبية اللي هي 30 يوم، وإنك بعد الفترة تشتري الترخيص بتاعه. طبعا الترخيص يعني مش رخيص، هو غالي، وهو عاملين حاجة بالشهر وعاملين حاجة تقريبا بالسنة، يعني ممكن تشترك بالسنة، فهو الترخيص بتاعهم غالي. يا إما في حل تاني اللي هو إنك ننزل سكتش أب 2017 وهو هو 2018، نفس الحاجات هي هي، بس 2018 بالعكس اضافوا فيه ميزه وحشه، انك انت اي كراك او حاجه هتنزلها عشان الفيري تفتحه مش هيفتحه معاك، هتلاقي السكتش اب هيقفل معاك ويقول لك في خطا. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ال 2018 2017 هنعمل ازاي وهنشغله ازاي. نوقف بس ده كده. ادي عندي سكتش اب اهو 2017 زي ما بقول لكم، هو هو 2018، بس يمكن 2017 احسن لان هنفعل فيه الفيري.
ماشي يا شباب، خليكم بقى معانا واحنا نخطط 2017. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، انا منزل لسه نسخه جديده طبعا بعد ما اللي حصل اللي انا حكيت لكم عليه. هروح احط الاضافات في برنامج سكتش اب وهرجع لكم تاني بعد ما اظبط السكتش اب واحط الاضافات دي وارتبها وهرجع تاني ليكم. خليكم معايا يا شباب. مرحبا يا شباب، ورجعنا تاني بعد ما حطيت الاضافات اللي هي البولينج ورصيتها. طبعا انت عشان احطها وارتبها كده بتاخد وقت، عشان كده فصلت الفيديو. تعالى بقى نجرب الفري سكتش اب 2017. بعد الشباب ما اخترنا الخامات بتاعتنا الماتيريال بتاعتنا، نبتدي بقى نحطها ونجرب ونشوف، نحدد الاول الحاجه اللي احنا هنشتغل عليها. ممكن نقف هنا كليك يمين ونقول له ابلاي ماتيريال. زي ما انتم شايفين كده اهي طبقت الماتيريال عشان نشوفها اكتر. نعمل ريندر.
زي ما انتم شايفين اهو كده يا شباب. طيب احنا لو عايزين نكبر النتيجة شوية عشان تبان معانا، ممكن نروح معانا من الإعدادات نخلي دي مثلا 99 عشان تبان معانا أكتر. أهي نعمل رندر تاني. وادي الشكل كده اهو يا شباب النهائي اللي قدامنا. طبعا هو متطبق في كله. نشوف حاجة تانية يا شباب. ممكن نستخدم اللي هي أداة الفرشة. هي الأعشاب أو النجيلة.
وده شباب الخامات اللي احنا كده نقدر نطبقها. طبعا لازم بقى بتظبط الإضاءة، وفي حاجات كتير بتظبطها قبل ما بتعمل طبعا الخامة بتاعتك أو بعد ما بتعمل الخامة. وكده شباب يبقى شرحنا الفيري اللي هو بيشتغل 3.4، يشتغل على سكتش أب 2017. وبعدين يا شباب لو انتوا عايزين تشتغلوا على 2018 نزل 2018، بس خلي الاساس بتاعك 2017. يعني ممكن تعمل شغلك كله على 2018 وتحوله لسكتش اب 2017، تحفظه ب 2017 عشان ترجع تحط عليه اللي هي الخامات بتاعتك والماتيريال بتاعتك كلها. واقدر كده يا شباب يا رب اقدر اكون افدتكم. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، ونلتقي إن شاء الله في درس قادم بإذن الله. كان معاكم أخوكم أحمد العسوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.